مع حلول عيد الأضحى المبارك تزداد نكهة الاحتفال في مدينة سيئون بعادة تقليدية عريقة تعرف باسم عيد الصغيرين. يقام هذا العيد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة، حيث يجتمع الأهالي خاصة في المناطق الغربية من وادي حضرموت لإحياء هذه المناسبة. ما يسمى عيد الصغيرين مرتبط باليوم السابع من ذي الحجة في وادي حضرموت وفي عدد من طقوس، لكنها كلها تصب في الاحتفال بالأطفال وإدخال السرور عليهم. ففي مدينة شبام التاريخية تقام فعالية الشربة وأهازيج الأطفال، ومثل ذلك تقام كذلك في منطقة الحزم القريبة من شبام. ينشط سعيد هويدي ورفاقه منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم السابع، وهم يجمعون المكونات ويعدون شوربة لذيذة لتكون بمثابة وجبة رئيسية في هذا اليوم المميز. والله من زمان نذكرها، والله وحنا لسه صغار، يمكن قبل ولد ذاك او كم العياد الصغار نذكرها، يعني عادة تراثية قديمة، يعني كما الصباح هنا في شبام وكما العصر هناك تكون في الحزم وفي الحوطة برضو تكون. تشير بعض الروايات إلى أن عيد الصغيرين نشأ خلال الحرب العالمية الثانية حينما ضربت المجاعة حضرموت، فاجتمع الناس في السابع من ذي الحجة وتعاونوا فيما بينهم لتوفير الطعام. نحاول نحن نوصل فكرة إنه هذه الفعالية اللي هي اللي 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 تقام تذكر الجيل الجديد بالمجاعة التي مرت في عهد الحرب العالمية الثانية، وكانت شبام تستقبل الكثير من أفواج الساكنين المجاورين بالوادي وكانت تقدم لهم هذه الوجبة. تتخذ هذه المناسبة طابعا سنويا يحيى مع حلول عيد الأضحى المبارك، كما يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار على حد سواء. أشرف الصوفي، اليمن اليوم، حضرموت.